تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها قبل البعثة. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقت تزوج بخديجة قرابة 25 سنة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبي خديجة بنت خويلد أظلت من بروفيت إساء الرسول عليه الصلاة والسلام شانتي إتنالي 25. عندما علمت خديجة رضي الله عنها بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه أحبت الزواج منه، وكانت خديجة رضي الله عنها كثير من سادات أهل مكة يتطلعوا للزواج بها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. خديجة رضي الله عنها كان كثير من سادات مكة من أشراف مكة من قادة مكة يحب أن يتزوج بخديجة رضي الله عنها، لكن هي أحبت الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم لما علمت من أخلاقي وصدقي وأمانتي عليه الصلاة والسلام. سبن بومانيه سأمانات سبن كرسوس كيتشانا. نعم، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم كان من ماريا. نعم. لجتو بن زنفان رسول الله صلى الله عليه وسلم سي زت ماما سي خديجة اكسبت إبراهيم كسو ماما ماريا قبطية. نعم. Son maman Maria Kiptia, Maria Kiptia est égyptienne. لم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام. لم يتزوج على خديجة. Et là, il joue un nabi عليه الصلاة والسلام. Il peut marier, et tenir Khadija, il peut faire des mariages. وهي ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، بذلت ما لديها من مال، وكذلك كانت تحث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة على التفرغ للعبادة. نعم. لا يجنوك إن دبوت أكوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم avec tout ce qui tient en dans avec son argent pour strengthen الدعوة et que son état il servit pour lui adore Allah سبحانه وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم أن خديجة رضي الله عنها هي أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Beaucoup de monde de la connaissance dit que خديجة رضي الله عنها هي meilleure madame رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشرها الله سبحانه وتعالى ببيت في الجنة. لم تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم قط، ولا مرة واحدة تخاصمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجي وكان موما دسولابي ينادي ماتي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق. أبي بكر الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنما يلي أبغي لمو خديجة رضي الله عنها. نعم. وبعض العلماء يرى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ينسى أنت بعض العلماء ذو عائشة رضي الله عنها ميه مدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديقة بنت الصديق صدقها الله سبحانه وتعالى وجاءت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من السماء، وأصبح قرآن يتلى إلى يوم القيامة. نعم، عندما تكلم فيها أهل النفاق. نجنو الصديق صبابا صديقة صفي صن إنوس
innocent, il gagne une vie, des blessures, comme un hypocrite, il a un métastolie qui commet une immoralité quand il concerne l'adultère.